للمزيد بينضم لينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي. أنا بصبح على حضرتك أستاذ أحمد وبرحب بيك معنا في هذا الصباح. اسمح لي أبدأ مع حضرتك بالحديث عن الجهود الضخمة اللي بتبذلها الدولة المصرية من أجل تنمية قرى الصعيد والنهوض بالمواطنين في هذه المناطق. تفضل أستاذ سمر، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا الصعيد قبل عام 2014 كان بيعاني من عدم وجود يعني خريطة متكاملة للتنمية والتطوير في كل قرى ومحافظات الصعيد. 10 محافظات موجودة في إقليم صعيد مصر، وبالتالي كانت من 2014 وحتى الآن احنا بنتكلم على 10 سنوات تقريبا، تم إنفاق تقريبا 2 تريليون جنيه على مشروعات تنمية الصعيد. والحقيقة بيتصدر هذا الملف أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة. ليه؟ لأن حضرتك في بداية الحلقة كنت بتتكلمي عن الجرين إيكونومي أو الاقتصاد الأخضر. عندنا واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، اللي هي محطة بنبان للطاقة الشمسية، ودي بتوظف 10,000 وظيفة مباشرة من أهالي الصعيد والمهندسين من كل محافظات الجمهورية باستثمارات 2 مليار دولار، وده في إطار التحول الأخضر وإنتاج طاقة الكهرباء من مصادر نظيفة أو مصادر جديدة ومتجددة، بالإضافة إلى 1.2 مليون فدان تم استصلاحهم في منطقة شرق العوينات وتوشكا، وده طبعا في إطار التنمية الزراعية ورفع معدل الإنتاجية ورفع مساحة الرقعة الزراعية المصرية في محافظات الصعيد. بالإضافة إلى أن كمان في أولويات يعني الاهتمام والتنمية في صعيد مصر الاهتمام بالقطاع السياحي، وبالتالي التكامل ما بين القطاعات الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية والإنتاجية من محاصيل استراتيجية زي القمح في محافظات زي الوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروعات السياحية في البحر الأحمر والأقصر وأسوان، وزيادة الطاقة الفندقية في هذه المناطق السياحية الواعدة واللي لها يعني مكان مهم في خريطة السياحة العالمية. دي كلها تكامل ما بين القطاعات الصناعية والزراعية، وبمشاركة كمان مش ان الدولة بس هي اللي بتنفذ هذه المشروعات، لا، بمشاركة القطاع الخاص وتمكينه في القيام بدوره التنموي بالشراكة مع القطاع الحكومي والدولة المصرية. بالإضافة إلى أن كمان محطات مهمة جدا في يعني التنمية في صعيد مصر عن طريق كمان المشروعات المختلفة في الاندستريال باركس أو المناطق الصناعية في كل قرى يعني أو في المحافظات والظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، العشر محافظات، يعني إنشاء مدن ذكية بها كل الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية. يعني هي مش مدن بس ذكية. صحيح. كل هذه المشروعات اللي بتشير لها أستاذ أحمد يعني لها أثر إيجابي في تشغيل أكتر من 2 مليون شخص، فرق من 2014 زي ما ذكرنا أنه ارتفع عدد العاملين في الصعيد من 11.5 مليون ل يعني 13.5 مليون، بنتكلم ل 2023. فده رقم يعني مهم، لأنه 2 مليون شخص بيساوي 2 مليون أسرة وما إلى ذلك، وبيقف طبعا حائط صد يعني ضد مسألة الهجرة الداخلية يعني المتعارف عليها. أتفق مع حضرتك أستاذة سمر، والحقيقة لأن صعيد مصر بيمثل تقريبا 60% من مساحة مصر، يعني 600,000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى 35% من تعداد سكان مصر، يعني هنتكلم على تقريبا 35 مليون مواطن بيقطنوا كل العشر محافظات اللي موجودة في صعيد مصر بكل أقاليمها، وبالتالي فرص العمل اللي بيتم توفيرها لأهالي الصعيد ده على مدار زي ما قلنا عقود سابقة كانت في موجات من الهجرة الداخلية من الشباب في صعيد مصر إلى الدلتا والمحافظات الوجه البحري بحثاً عن فرص حياة أفضل أو بحثاً عن فرص عمل، وبالتالي جهود الدولة المستمرة في تنمية صعيد مصر والمشروعات متكاملة زي ما قلنا ب 2 تريليون جنيه يعني 2000 مليار جنيه، ده بيوفر فرص عمل سنوية في كل القطاعات الزراعية والصناعية
وقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي بشكل كبير واعدة في محافظات الصعيد، وبالتالي بيحد من موجات الهجرة الداخلية وبيمكن الدولة المصرية من زيادة النمو الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الجي دي بي، معدل الانتاج من السلع والخدمات في صعيد مصر ومشاركته في التكامل مع المشروعات القومية اللي بتنفذها مصر زي ديسنت لايف انيشيتيف أو مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى كمان كل المشروعات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المهمة في كل قطاعات سواء الهيلث كير سيستم أو نظام الرعاية الصحية أو كمان قطاع المدارس والتعليم، وبالتالي تكامل المشروعات القومية والنهضة في صعيد مصر بتتكامل مع رؤية الدولة المصرية رفع معدل النمو الإنتاج من السلع والخدمات ورفع معدلات التوظيف ورفع معدلات التصدير صحيح. في إطار رؤية الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار هدف للصادرات المصرية سنويا. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك.